السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي لحضراتكم بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم مع البريمو دايما مستمرين مع حضراتكم في تغطيه كل الاحداث وكل الامور الخاصه بكره القدم المصريه ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه هيكون معايا الاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي وايضا الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي الكلام والحديث عن كل التفاصيل الخاصه بمواجهه الاهلي غدا في قرعه الكونفدراليه وقرعه دوري الابطال في دور ربع النهائي وبالتالي ايضا هنتكلم على النقطه دي ايضا كروش وما تردد عن عقده وهل هو هيستمر ولا مش هيستمر وشرطه الجديد او من خلال طبعا ما تردد انه عايز زياده 20% في عقده كلام كتير عن مدرب المنتخب الوطني ايضا هيكون مع الاستاذ شريف عبد القادر الاستاذ خالد عامر خلينا نبتدي حلقتنا باهم اخبارنا قبل ما ابتدي الاخبار الخاصه بالبريمو النهارده خلينا نقول احنا في رمضان والواحد بيقعد بعد الفطار كده يقعد يتفرج على البرامج الحلوه اللي بتيجي في رمضان بعد صلاه التراويح طبعا يعني الواحد يعني بقلب كده لقيت كابتن حسام البدري بيتكلم عن شكل اللي حصل في الوقت اللي كان فيه وبعض القرارات اللي اتخذت من اتحاد الكوره في الوقت ده طبعا اللجنه اللي كانت برئاسه كابتن احمد مجاد تكلم كابتن حسام بمنتهى المصداقيه ويعني في يعني ابتدى الراجل يقول بعض التصريحات ساخد تصريح واحد فقط لا غير وهو التصريح الخاص بتعيين مستر فنجاده وان الكابتن حسام لما اتكلم مع او كان تم تبليغه بوجود فنجاده ان كابتن احمد مجاهد قال ان شويه فلوس عندنا كتير وعايزين نصرفها لغايه لما تخلص وبعد كده نمشي ده يمكن تصريح موجود وده المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كابتن حسام البدري واحد من ابناء النادي الاهلي واحد من اولاد مصر وبالتالي لما كان موجود في الإدارة الفنية لمنتخب مصر كان بعض الأمور اللي كانت ممكن كانت صعبة فكرة أنك تعمل مباراة ودية في الفيفا ديت كان عشان الرانكينج بتاعك كان يبقى أفضل من كده عشان حتى ما تقابلش منتخب قوي زي السنغال ده كابتن حسام البدري ما عملوش بناء على أن في وقت من الأوقات كانت البطولة الخاصة بالدوري الممتاز كانت صعبة جدا وجي كابتن حسام البدري من خلال طبعا برضو بعض التصريحات اللي قبل كده اتكلم أن قال إن ده عشان الدوري يبقى ماشي مظبوط والامور تمشي مظبوط وان البطوله تبقى افضل يعني هو كلامه ان هو ضحى بوقت من اوقاته في المباريات الوديه وتجهيز المنتخب عشان بطوله الدوري الممتاز تمشي لكن خليني اقول لكم بس التصريح الخاص اللي انا يعني هتكلم عليه وهو التصريح ان انت كابتن احمد مجاهد بيتكلم في الوقت ده ان لما الدولارات تخلص او اليوروهات تخلص نبقى نمشي فينجيرا الحقيقه انا ما عنديش مشكله انك تجيب مدير فني او مدير فني الاتحاد مدير فني زي كروش يديك هنا معل يعني معلومات وخبرات ويبتدي يخطط ليك بشكل مختلف لكن في الاول في الاخر اشتغل على الجزء الاساسي والمهم وهو تطوير الكوره تطوير المدربين وده ما اعرفش حتى الان مستر فينجادا عمله ولا ما عملوش من خلال المسابقات من خلال الافكار حتى الان لو احنا عايزين نصرف فلوس بقى بجد صرف على المدربين صرف على البنيه التحتيه صرفها على المدربين حتى اللي عندك ان انت اخترتهم عشان يبقوا موجودين في ماسكين المنتخبات الوطنيه انك تطلعهم يعملوا زي ما بيقول كده معايشه مع اتحادات اخرى مع منتخبات اخرى مع مع مدربين اخرين تقدر لما يرجع ياخد الخبرات دي ده اللي بجد ده لما تصرف تصرف بجد ما تبخلش عليهم ايا كان لما يبقى فيه فلوس تستخدمها في المكان الصح في انك تعلم سواء بقى اداري مش زي ما احنا يعني اتحاد الكرة اعتقد بقاله سنين سنين طويله جدا 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 بتتوالى مجالس الادارات بتلاقي نفس الاستاف موجود الامور موجوده ما فيش حد بيتغير نفس الفكر نفس الامور وبالتالي حتى المديرين او الاداريين اللي بيجوا للمنتخبات برضو ده صاحب ده ده قريب ده ده حاجات كتير جدا بتحصل في الوقت ده بدل ما انت تختار الناس المظبوطه وتبتدي تثقلهم بالعلم وتوديهم وياخدوا كورسات او ياخدوا معايشه للاتحادات الاخرى والمنتخبات الاخرى والبلاد الاخرى اللي هي في اوروبا اللي المفروض ان احنا بنجيب مستر فنجادة ومستر كروش عشان يدوا معلومات اكبر بشكل كبير جدا للكره المصريه ويزودوا لنا الثقافه الكرويه بشكل كبير وده ما بيحصلش حتى الان شايفين الوضع صعب جدا من وجهه نظر انا شخصيه محتاجين ثوره في الفكر في ان انت ازاي تبتدي من تحت الناشئين قطاع الناشئين بشكل قوي والمسابقات واختيار الناس واختيار المدربين وتصرف على مدرب الناشئين ده اكتر ما بتصرف على مدرب الفريق الاول ودي امور مهمه جدا جدا عشان كده ما يبقى معاك فلوس ما دولارات زياده او يروهات زياده لا تصرفها في المكان الصح ده وجهه نظري لان في الاخر بنشوف اجيال بتجيلنا كده بالحظ زي جيل 2006 و 2008 و 2010 وبنشوف لعيب بيجي لنا كده من عند ربنا زي محمد صلاح وليس بالتخطيط وليس بال 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 انت بتبقى عامل ان انت في سنه مثلا 20 30 هيبقى عندك مثلا منتخب قوي عندك لعيبه قويه وبالصدفه كده او من عند ربنا بيبقى بيجمعهم كده ربنا في وقت من الاوقات عشان يفرحوا المصريين في وقت من الاوقات زي ما احنا شفنا في 2006 و2008 و2010 طيب مين معانا اه كابتن احمد كوشي طبعا نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي واحد المدربين الاكفاء والواعدين في الوقت الحالي في الكره المصريه كابتن احمد تحياتي ليك حياتك يا كابتن فاروق اخبارك يا ابو كباتن طيب حبيبي انت بخير وسعاده كابتن عاش سمعني ولا سمين. لا وانا بتكلم سامعك سامعك آه. سامعك آه يعني اكيد اكيد برضو لو ليك وجهه نظر كابتن في نقطه ان انت لما بتبقى يبقى معاك فلوس او عامه يعني كمسؤولين عن كره القدم المصريه يبقى بتستغل مكانك وبتستغل الماده اللي موجوده في اتحاد الكوره او في اي مكان يعني في انك تثقل وتعلم الناس اللي هيطلعوا ناشئين جيدين اللي هيطلعوا جيل كويس من خلال انك تعمل لهم معايشات في اوروبا معايشات مع الناس اللي بره بدل ما انت بتجيب واحد او اتنين ما تعرفش هم هيفدوك ولا لأ لكن دي وجهه نظري مع كابتن احمد كوش رايه ايه برضه كلام مظبوط طبعا يا كابتن فاروق يعني اللي انت بتقوله ده لازم نبدا القاعده لازم تبدا من تحت بالناشئين ولازم تسقي المدربين الناشئين بدورات تدريبيه ولازم تديهم الامكانيات عشان تطلع جيل احنا اوروبا بنشوف اوروبا آه المانيا ما بتغيبش عن كاس العالم آه البرازيل ما بتغيبش الفرق الكبيره دي ليه لان هي عندها قاعده ناشئين بتفضل تمد الفريق الاول على طول بلعيبه احنا ما عندناش الكلام ده خالص وده راجع لبرده الحاجات يا فاروق لو هنتكلم نتكلم بصراحه يعني آه بقى عمر زمن طويل يعني للاسف انا ما احبش الكلام ده لكن كلنا بنقوله لما بنقعد مع بعض لكن ما حدش بيقوله على على مستوى اتفضل يا كابتن اتفضل طبعا الحقيقه انت عارف على مستوى المنتخبات في مدار ال 20 سنه اللي فاتوا دول معظمها مجاملات معظمها مدربين ما مسكوش حتى في انديه تلاقي مدرب قاعد بالعشرين 20 سنه وال 15 سنه في المنتخبات وغير مؤهل ان هو يمسك منتخب وتلاقيه يفشل مع منتخب ياخد اللي بعده يفشل مع منتخب ياخد طب هنفضل لحد كده يعني لحد امتى؟ م. يعني امتى نبقى يعني واقعيين ونبقى حقانيين ما هو م. لازم الناس تبقى عندها ضمير يا م. فاروق م. النهارده بدون ذكر اسماء طبعا مدربين كتير مروا على المنتخبات عاشوا جوه اتحاد الكوره كانهم موظفين م. 15 20 سنه م. طب عملوا ايه للكورة المصريه؟ بس هم في مدربين طبعا. منهم يا كابتن اخذوا بطولات يعني اخذوا وصلوا لنهايات كاس عالم اخذوا ملابس كم بطوله يا فاروق, فاروق. كم آه. بطوله برضه انت بتتكلم انت مصر يا فاروق كم بطوله على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا م. عملت ايه؟ ايه انجازاتك كلها في, في على المستوى الناشئين؟ <applause> معلش مش مش على قد اسم مصر منتخب مصر انا هن هن هنجمل الصوره يبقى خلاص نقول بقى تمام. كل الناس كويسه فخلينا نكون واقعيين دي دي, دي مفيش اساس مفيش مصداقيه معظمها مجاملات ما, ما تشوفوا الناس المدربين اللي بتشتغل والناس اللي, اللي بتنجح مع فرق عشان تمسك منتخبات لكن النهارده تلاقي مدربين ماسكه في منتخبات مع احترامي ليهم كلهم ناس افاضل ومدربين كويسين لكن مدربه مين؟ مسكوا مين؟ مم. عملوا نجاحات مع مين؟ ايه ايه السي بتاعه كمدرب عشان يمسك منتخب مصر؟ مم. فكل الكلام ده يا فاروق انا انا بقوله والله بعيد عني خالص انا مش فاهمك انا, أنا فاهمك يا كابتن المصلحه العامه على مصر لا ده يعني عد بقى السنه اللي فاتت مش عايز اتكلم يعني كلها مجاملات يعني ما, ما ينفعش ان انت تبقى عندك مجاملات وعايز تطلب ناشئين وعايز تطلب منتخب قوي لا معلش اللي احنا فيه ده طبيعي طبيعي اللي بيحصل لك ده ما انت لو انت في من الاول يبقى فيه مصداقيه وفي ناس بتخش تمسك منتخبات مؤهله وناس كويسه وناس عندها خبرات وناس تعرف تتعامل مع الناشئين يا اما خلاص بقى خلاص سيبنا بقى كده ان هل مزدنا. اسمك كنجم يا كابتن كوره بيؤهلك انك تبقى موجود وماسك منتخب او موجود ضمن جهاز منتخب؟ يعني بتتكلم عليا انا شخصيا ايا إن كان لا أنا على... مش بتكلم على شخصيه احمد كوش انا بتكلم أوه. بشكل عام يعني لا اكيد في مدربين كويسين يا فهد اكيد م. اكيد وبعدين الجيل اللي طلع م. جيل نجح م. النهارده في مدربين كتير سمعوا في الدوري المصري طب م. الناس دي بيقولوا عليهم شباب وهم دخلوا في الخمسينات يعني طب هياخدوا الفرصه امتى؟ م. م. يعني معلش النهارده استلموا الرايه من مدربين كبار وقعدوا كتير في الدوري الممتاز الدوري المصري مع مع المدربين دول وضع ايه؟ بقينا بنسمع اسماء لا رنانه وبتعمل مع فرقه وبتعمل شغل والكلام ده طب الناس دي ما تمسكش ليه منتخبات يعني ما تمسكش ليه ليه بتروح تجيب واحد غير مم. معلوم ومش موجود على الساحه وما بيدربش حد وما بيتدرب الدر... وما بيتدرب يعني ما بيطلبش في الدرجه الثانيه وصلت يا كابتن نعم كوشي طيب خليني اسالك بس سؤال وده أوه. الاهم بقى دلوقتي يا كابتن يمكن طبعا الامور دي او اللي بتتكلم عليه مفهوم وانت مفهوم انت تقصد ايه لكن خليني اقول لك مثلا كيروش في الوقت الحالي يمكن الراجل طلع بعد المؤتمر الصحفي او بعد المباراه في المؤتمر الصحفي وقال لك انا هسلم الرايه لشخص اخر او مدرب اخر، ولكن فوجئنا حتى الان ان الراجل ما تمش زي ما بنقول التوجيه الشكر ليه وان في تفكير انه يكمل، انا عايز اخد رايك في النقطه دي يا كابتن. فاروق يكمل الرايه لمين؟ هو اصلا وصلنا في حته عشان هو يسلم لحد. الراجل ما وصلناش لمكانه. احنا مكاننا الطبيعي الطوله مش مكاننا مم. الطبيعي ان احنا نوصل نهائي افريقيا ونخسر مش مم. مكاننا الطبيعي ان احنا نوصل لماتش فيصل في كاس عالم ومش عارفين نوصله هو ما عملش حاجه مع احترامي انا النهارده عشان الراجل ده نقول نجح مع منتخب مصر يبقى يا خد بطوله افريقيا يا وصلنا كاس عالم ولا خد دي ولا وصل ولا كاس عرب كمان كنت يعني ولا كاس عرب فانت بتتكلم في ايه الناس احنا بنضحك على نفسنا ليه والناس الناس بتنسى بسرعه يقول لك كروش مم. طب اقول لي ك... مع احترامي لكروش فين الكرة بتاعتنا؟ فين الأداء؟ فين الأسلوب بتاعك؟ أسلوبك دفاعي بحت، مالكش شكل في الملعب، ما بتوصلش للمرمى، عدد أهدافك نادرة، ما بتخلقش لنفسك فرص، حرقت فراودة وحرقت لعيبة عالميين في وهم بيلعبوا معاك، فين محمد صلاح اللي إحنا عارفينه؟ فين مصطفى محمد اللي كان هداف نادي الزمالك وبيجيب أجوان قد كده؟ فين محمد شريف اللي هدف الدوري؟ فين أفشل اللي كان مع الأهلي أحسن لاعب في الدوري؟ فين اللعيبة اللي رمضان صبحي اللي كان مكسر الدنيا مم. فين اللعيبه دي ما, ما, ظهرش فيهم حد يا فاروق هيجي الناس تقول لك اصله طلع مرموش اصله طلع طلع ايه مع احترامي يعني مع احترامي طلع مرموش ايه مم. ما مرموش ما اتطلب في المنتخب الاولمبي وما راحش النادي بتاعه مرموش يوديه معنى كده ان عمل انجاز ان محمد عبد المنعم لاعب انه انجاز مش انجاز ان عمر كمال عبد الواحد يلعب وينجح معاك في البطوله العربيه ما تلعبوش وتلعب لعيب ثاني ما بيلعبش في بشكل اساسي فين الانجاز ولا فين الشكل مم. انا انا والله يا فاروق انا ما بحبش اتكلم عن المدربين خالص لا يا راجل مدرب في ناس بتنقضني اه طبعا <applause> في نفس الوقت انا بتكلم دي مصر انا انا اكتر يعني من الناس اللي حزنوا جدا جدا على المباراه اللي بس لما تقعد مع نفسك لا انا بتعاطفي عشان حب البلد وفريقتي وعايز اوصل كاس عالم فريتنا كنت زعلان لكن لما تيجي تدور كده وتبص لا احنا ما نستحقش ما نستحقش ان احنا نوصل لا انت افضل من السنغال ولا انت لعبت مع السنغال جنين شغال بالعكس ده انت بتلعب مع السنغال كانه البرازيل امال لما تروح تلعب هي, بلعب هي بلعب. هو التفكير فعلا يا كابتن انك كمنتخب مصر لما تيجي تبص في الماتشين حتى اللي انت لعبتهم مع السنغال الوضع انت بتتكلم كاسم مصر ما ينفعش يبقى حتى ادائك بالشكل ده وانك تبقى في جدا وضع الدفاع فاجئة. بالشكل ده دايما في على مدار اللقاء وانك توصل عايز توصل المباراه دائما لضربات الترجيح عشان فيها نسبة توفيق تكون أنت عندك قدرة على يعني في اليوم ده على التوفيق لكن في الآخر هما كانوا الأقوى هما الأفضل ويستحقوا من وجهة نظري أنا الشخصية كمان يعني طبعا الوصول لكأس العالم ده حقيقي طيب كابتن كشري يعني سؤال أخير قبل ما أختم مع حضرتك مع مدير فني أجنبي في حالة رحيل كروش ولا مدير فني مصري؟ بص يا فاروق عشان نجيب مدرب اجنبي انا مع ان هما يجيبوا مدرب اجنبي ما فيش اي مشكله احنا عايزين نتعلم من عايزين المدرب الاجنبي اللي يجي يبقى مدرب احنا بنقول لا ده عنده فكره ده جديد ده بنتعلم منه ده ليه اسلوب وتطور هات مدرب يعني النهارده المانيا لما بتيجي تغير المدرب اللي عندها مدرب المنتخب لو بتجيب مدرب صغير صحيح بايرن ميونخ بيمسكها مدرب عنده 37 سنه يا جدعان مم. جوارديولا مسك برشلونه وهو 34 سنه برشلونه وبقى احسن مدرب في العالم ارتيتا مسك الارسنال وهو مساعد الناس هات مدرب صغير يكون عنده فكر متطور ما يبقاش في خوف يا كابتن وما فيش قلق، ادي الفرصه قصدك يا فاروق مدرب يمسك خمس ست سبع منتخبات يقول لك انا وصلت وصلت ايه انت اصلا مع الفرق يعني مع احترامي ما انت ساعات بتوصل بتمسك منتخبات كبيره فالخمس ست تجارب بتاعتك هتوصل بمنتخب او منتخبين لكن مش معنى كده ان السي في بتاعك من كتر الانديه اللي انت ضربتها لا انت اسلوبك ايه؟ قبل ما اختار المدرب السي في بتاعه اشوف اسلوبه ايه؟ اشوفه بي ايه؟ بيلعب ازاي؟ صحيح بيعتمد على مجموعه شباب في وسط الفرقه ويطور ويعمل لنا فرقه لقدام اربع سنين ولا واحد جاي يدافع وعايز يفضل يمشي مع التوفيق لحد ما هو مش كده صح هات مدرب مدرب كويس في مدارس كثيره في, في اوروبا عندها مدربين مصري برضه ولا اجنبي يا, يا كابتن او يا, يا كابتن فاروق لو مصري يبقى مصري بيشتغل يبقى لما نيجي نقيم مدرب م. مصري برضه أقيمه لما مسك الفرق اللي مسكها عمل إيه وطور إيه وشكل الفرقة إيه وأداؤه ثابت ولا مش ثابت ما تروحش تجيب لي اسم اسم مسك خمس ست أندية كبار ما نجحش في ولا نادي فيهم وتيجي تقول أنا عايز أجيبه مع ما برضو برضه ما مع... مع... هيجي هيجي ما مش هيعمل حاجة اختيار صعب يكون عنده وعندك كمان بقى والأهم هو اللاعبين والأدوات اللي موجودة عنده حتى الآن يعني كل الاحترام طبعا للأجيال الموجودة لكن الجيل عشان يبقى جيل قوي لازم تبقى بامكانيات مختلفه بعدد كبير من اللاعبين المحترفين انا بتكلم على المنتخب عشان تقدر يا تنافس يا مع التطوير. المنتخبات اللي هي كبيرة جدا زي السنغال. التطوير يعني. مع احترامي م. انا شايف وجهه نظري مع المدربين اللي, اللي طالعين ده التطوير ده اللي عنده فكره. صحيح. في مدربين كويسين موجودة على الساحه بس مع احترامي خدوا فرص في انديه عندها امكانيات كبيره اغلى الانديه. عندها لعيبه مش موجوده في اي فرق حققوا ايه؟ ما, ما فيش تحقيق اي حاجه فانت هتحقق مع مصر ايه؟ تمام يا كابتن وصلت يا كابتن واقعيين لا وصل انا انا كتن. بتكلم نفسي نتكلم الكلام الواقعي عشان الناس انا سايبك يا كابتن والله تقول اللي انت عايزه ومش والله هتلاقي اكتر العظيم. من كده يعني تفتح, تفتح تفتح اللي انت عايز تقوله والله والله يا فاروق انا آه. ما بتكلم للمصلحه العامه صحيح للمصلح انا بتكلم العامة. عن مصر انا نفسي منتخب مصر م. يبقى منتخب مصر القوي اللي كان بيترعد منه كل الفرق الافريقيه والعربيه صحيح صحيح. احنا ما بقيناش كده بس كابتن كوشي انا بشكرك ونورتنا وشرفتنا كابتن احمد كوشي راحت برضو من يعني اللعيبه اللي كانوا مميزين جدا وفي نفس الوقت من المدربين اللي في التوقيت الحالي خلينا سريعا بس اقول الاخبار وبعد كده بعد الفاصل ان شاء الله هنطلع الفاصل وبعد كده الفاصل ان شاء الله استاذ شريف عبد القادر استاذ خالد عامر الصحفيين النقاد الصحفيين وهنتكلم طبعا عن ما يحدث في الكره في الوقت الحالي الزمالك بيطلب من فيريرا حسم موقف المثلوثي في الفتره القادمه وجوده من عدمه عشان طبعا الراجل واخد مكان في القايمه خاص باللاعبين الاجانب وبالتالي يعني حسم الموقف بالنسبه له. محمد هلال بيقترب من الزمالك في صفقه تبادليه كنا بنتكلم على واحد من اللاعبين المميزين محمد هلال صراحه ايام ما كان في دجله ثم انتقاله للبنك الاهلي في الوقت الحالي وبالتالي صفقه هتبقى مميزه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. ايضا مسؤولي نادي الزمالك بيرفضوا بيرفضوا اي محاولات بالنسبه للاعبين الخمسه اللي تم اللي الاعلان عنهم ان هم مش هيجددوا في فكره ان بعض وسطاء بيخشوا ان هم يعني ان هم يبقى ليهم فرصه تانية في التجديد طارق حامد منهم ابو جبل نتكلم ايضا في اوناجم عمر السعيد واشرف بن شرقي ولكن نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك رافضين هذا الـ يعني الـ الـ الوسطاء او رافضين الكلام في الموضوع ده اصلا في عمليه التجديد ليهم ايضا بخصوص المباراه القادمه لنادي الزمالك يوم الاربعاء القادم امام بيراميدز فريرا طبعا عايز يشوف البيراميدز بيشتغل ازاي فريق بيراميدز بيشتغل ازاي وبالتالي في بعض المباريات اللي فاتت بالنسبه لبيراميدز في الكونفدراليه سواء بقى كمان كان أهل طرابلس او زناكو وبالتالي بعض المباريات اللي هي ممكن يشاهدها عشان يحط النقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق بيراميدز ايضا في المباراه القادمه بالنسبه لنادي الزمالك بيدرس فريرا عوده ابو جبل للتشكيل الاساسي الماتش اللي فات اخر ماتش في الدوري المجموعات كان عواد هو اللي لعب لكن الراجل بيدرس ان يرجع مره ثانيه اخرى ابو جبل في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي برضو في نفس الوضع النادي الاهلي عنده المباراه الاتحاد يوم الاربعاء في نفس توقيت مباراه الزمالك وبيراميدز تسعة ان شاء الله برضو مباراه صعبه وبالتالي برضو مشاهده وتقرير الاتحاد في الفترة اللي فاتت وايه اللي بيحصل في نادي الاتحاد واللاعبين وعملية التغيير الخاصة بالجهاز الفني ممكن تكون فيها اكيد بعض الامور ممكن تهم مسمية محمد عبد المنعم اللاعب طبعا النجم الكبير للنادي الاهلي واللي اتصاب في مناخيره وحاطط ماسك في الوقت الحالي في تدريبات النادي الاهلي راجل عايز يلعب وما عندوش مشكله إنه هو يلعب بالماسك وهنا برضو دي بتبقى خاصه ما بين اللاعب وما بين المدير الفني ان هو يقدر يشاركه اساسي ولا لا او يقدر يشاركه اصلا في المباراه ولا لا بناء طبعا على التقرير الطبي اللي ممكن يجي من الجهاز الطبي هناك ايضا جلسه ما بين موسيماني وميكسوني رفع الروح المعنويه الخاصه بيه لكن خليني اقول الراجل يعني لعب ميكسوني في ماتش المقصه جاب هدفين بعد الهدفين او بعد الماتش ده قعدوا هنا الغلطه مش غلطه اللاعب اللاعب بينزل وبيادي اديله بقى يعني ارفع من روح المعنويه اكتر تديله يلعب اكتر فرصه تبقى اكتر في عمليه التهديف عشان روح المعنويه وثقته بنفسه تزيد لكن ما تجيش تقعده بعد كده تيجي تقعد معاه عشان تواسيه وتقول له لا ركز ما دي برده بتبقى امور صعبه اللاعب وهو يعني انا بتكلم اللاعب برده لازم على الاقل لما بيقع لازم يقوم تاني ويقف على رجله تاني لكن في وقت ما الاوقات لازم المدير الفني اختياره في انه يلاعب لعيب واللعيب ينجح لازم يكمل بقى اللعيب هنا لازم يكمل وده مهم جدا لموسيماني بكره ان شاء الله هتكون قرعه القرعه آه الخاصه بدوري الابطال والكونفدراليه الخاصه بالربع النهائي آه بكره هيكون فلافيو موجود في القرعه وكابتن معين الشعباني طبعا المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي هتكون أه القرعة إن شاء الله في مقر الاتحاد الأفريقي هنا بالقاهرة أه رئيس الكاف أه باتريس موتسيمبي بيصل إلى كوت ديفوار تعرفين أن كأس الأمم الأفريقية 2023 -20 هتكون في كوت ديفوار وبالتالي الراجل راح هناك بيشوف البنية التحتية ماشية إزاي الأمور ماشية أه إزاي خلي بالكو أه 2023 -20 بطولة الأمم الأفريقية مش هتقام في الشتاء هتقام في الصيف ودي طبعا مختلفة عن التوقيت اللي بيلعب فيه بطوله الامم الافريقيه زي ما شفنا كده في الكاميرون لا المره دي هتقام في شهر يونيو من 23 يونيو ل 23 يوليو العام المقبل ان شاء الله. طيب خلينا نطلع لفاصل ونستقبل الأستاذ شريف عبد القادر خالد عامر الناقدين الرياضيين ونتكلم طبعا عن ما يحدث في الكره المصريه، ناخد رايهم في بعض الامور الخاصه بالاهلي وادائه والفرق اللي ممكن النادي الاهلي يلعبها من خلال القرعه ان شاء الله غدا هيكون فرصه عامله ازاي حقق فريق الاهلي فوز مهم على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراه اللي جمعتهم على استاد السلاموي ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ونجح الأهلي في التأهل من دور المجموعات للمرة ال 14 في تاريخه وللمرة السادسة على التوالي ليتأهل لدور ربع النهائي بعد ما وصل للنقطة العشرة في المركز الثاني خلف صندونز الجنوب إفريقي برصيد 16 نقطة بينما ودع البطولة قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ بعد توقف رصيدهم عند أربع نقاط فقط وصعد الأهلي كتاني المجموعة مما جعله بينتظر أحد الأندية اللي احتلت المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة الأخرى وهي الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو الرجاء المغربي وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صفحة مباراة الهلال السوداني الأخيرة بدوري الأبطال وبدأ الجهاز الفني يركز في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل وهي المباراة اللي بيتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على قمة البطولة المحلية اللي بيحتلها الفريق حاليا برصيد 28 نقطة جمعهم من 10 مباريات وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وإن كان الأخير خاض 11 مباراة وبيتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيدا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز واللي بيتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة واللي توج بها الزمالك مع حضراتكم استاذ شريف عبد القادر استاذ خالد معانا في الاستوديو وكلامنا عن طبعا الكره المصريه ما يحدث في الفتره الماضيه واكيد يعني برضو الفتره القادمه الدوري هيرجع تاني دوري ابطال افريقيا من خلال القرعه غدا ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل فيها ايضا عندنا الكونفدراليه برضو هتكون غدا برضو كل التوفيق لبيراميدز والمصري خلينا نرحب بالاستاذ شريف عبد القادر استاذ خالد عامر استاذ شريف برحب بي. بيك اهلا بيك بالمشاهدين ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله حبيبي استاذ <applause> حبيب. <applause> خالد يا كابتن حبيبي ايه الاخبار؟ اخبارك طيبين استاذك اهو اما بس يعني هو مارس مهام رئيس القسم ونقلني من مكاني يعني عارف عمل يعني الاجراءات اول باول كده انا ف... بحب الحلقات لما بتبقوا مع بعض بس يعني <applause> استاذ لا شريف لا وبعدين انت دايما بت يعني في حد بيعترض على استاذه لا ما دايماً هو قال لي بيبقى... روح يقعد روح اجري اقعد هناك رحت قعدت جريت هناك على طول ما اتكلمت هو <applause> 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 انا اول مره اطلع معاه يعني لا لا كده لا لا لا, لا, لا مع استاذ شريف لا اول مره كان مع استاذ محمد شرقاوي مع محسن لملوم اه صح صح طيب هبتدي معاك يا استاذ شريف. اتفضل. عايز اخد بس اسباب من وجهه نظرك اسباب خروجنا من كاس العالم عدم الوصول لكاس العالم. بدايه معاك. هي نفس الاسباب اللي خسرتنا كاس العرب، هي نفس الاسباب اللي خسرتنا كاس الامم. مدير فني. مدير شايفة فني. مدير فني فقط؟ بالتاكيد. يعني بالتاكيد. ما انت أب... قبل كده خرجت. قبل, قبل كده, كده خرجت؟ خسرت حاجات كتير قبل هل كده من كل مرة بتبقى مدير فني؟ بس لما أجيب مدير فني في أعقاب قالت حسام بدري اللي كان أول مجموعته، آه كان في مشاكل على الأداء وفي مشاكل على طريقة اللعب والكلام ده أيام حسام البدري، وجبنا كروش وكلنا توسمنا خيراً إنه صعد بأربع منتخبات قبل كده لكأس آه. العالم، ولكن أسلوب إدارته للمنتخب الوطني عليه علامات استفهام كبيرة جداً يمكن أنا في مداخلات وأنا في الدوحة في كأس العرب قلت لك الكلام ده قلت لك اختياراته فيها يعني سلبيات كتيرة، تشكيلاته فيها سلبيات كتيرة، طريقة اللعب فيها سلبيات كتيرة وعانينا منها مدرب عنيد جدا متخصص في قتل المواهب او تخلص عليها زي أطلع طلع عبد المنعم وطلع عمر كمال وفي نفس الوقت خلص على قفشه وخلص على محمد شريف وخلص على احمد سيد زيزو وخلص على احمد رفعت وخلص على احمد عبد القادر ما كل دي مواهب موجوده كانت ممكن تصنع الفارق او على الاقل تبقى بديل جيد كل دول خلصوا من المنتخب مدرب عمل جريمه فنيه في مباراه السنغال الثانيه لما يصاب مني لاعب مدافع ويستبعد لاعب للايقاف مدافع أي تاني اللي على محمد عبد المنعم والونش فيتم استدعاء علي جبر ورامي ربيعه ويتم الدفع برامي ربيعه اللي كان مريح 8 ايام ولا مسك كوره ولا تدريب ولا اي حاجه ويتم الدفع بيه اساسيا في هذه المباراه معناها ان انت اختياراتك الاولانيه بوجود محمود علاء او حتى ايمن اشرف اللي انت واخده كمدافع ايسر ولكن بيلعب في نفس المركز دي اختياراتك خاطئه طب ما عملها في كاس العرب برضو اخد ناس مش ما وبعد كده لما رجع من كاس العرب اخد ناس تانية كان لما يبقى عندك احمد أبو ابو جبل كان متالق في كاس العرب <applause> في المباريات اللي لعب فيها يعني طبعا يعني ما يلعب ماتش الاردن ويغير النتيجه ما يلعب ماتش السودان ويغير النتيجه ويجي ماتش تونس ما تلعبوش خالص بتعاقبه على تالقه ماشي فانت عندك ازمات كبيره جدا يعني انت من وجهه نظرك فقط هو المدير الفني هو سبب الخروج بالتاكيد طيب بص ما هو ما هو المدير الفني ده بيعمل ايه هو اللي بيختار <applause> وهو اللي بيوضع على التشكيل وهو اللي بيعمل طريقه اللعب <applause> فكل دي بس حاجات دي اخطا فيها معلش هو عنده الادوات هت هل الادوات اللي معاه كلاعبين بنفس القدرات والادوات اللي موجوده عند اليو سي كان, كان ممكن كان ممكن كان ممكن يستفيد من من اسماء ثانيه ما خدهاش او استبعدها وقد يعني قد تكون احنا وجهه نظرنا غلط <applause> في بعض اللاعبين ولكن انت ما خدتهاش ولما تالقت استبعدتها يعني لما تألقت مع المنتخب طيب انا هرجع لك والاستاذ شريف مره تانية على نفس الوضع بالنسبه للكوش وفكره ان هو حتى الان في كلام ان هو ممكن يكمل عايز اخد رايك فيها لكن انا اقول لخالد واخد رايه هل في ممكن اسباب اخرى ممكن تكون عندك مختلفه عن الاستاذ شريف في فكره عدم الوصول ل... لكاس العالم يعني انا يعني مش متفق قوي مع استاذ شريف متفق شفت بقى انا قلت لك انا قلت متفقش انا عارف اه خلاص كده مع السلامه بوس بوس والله <applause> آه يعني مش متفق قوي مع استاذ شريف في القصه <applause> بتاعت المدرب لأنه احنا عندنا نماذج للمدربين اللي اللي آه زي ما استاذ شريف اه في لاعب ممكن يتالق هو ما 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 قضاش على المواهب بشكل كامل بدليل عمر كمال عبد الواحد بدليل محمد عبد المنعم عمر كمال عبد المنعم ما لعبش الناس ك... لا بس طلعوا ولعب بيه كاس الامم امم افريقيا ولعب بالصدفه في كاس الامم لما اصيب اكرم توفيق حل. زي الفل ما هو كان ممكن راح ماتشين السنغال ما لعبوش بس اهو باين لك واحد ما كانش موجود اصلا يعني هو ده قصده خير لك واحد ما كانش موجود ما مو استفدتش منه ما هو انا بينته ولما جيت المفروض <applause> انه بس, بس بس طب ماشي بس عندك عمر جابر استدعينا عمر جابر حلو عمر جابر لعب ماتش اول عظيم جدا جدا يعني انا شايف الماتش اللي بتاع بتاع مصر والسنغال اللي اتلعب في القاهرة طيب. انا شايف عمر جابر واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الماتش احيالك تاني عمر جابر بعد ما كان ما بيلعبش اساسي اصلا في بيراميدز او بيلعب هو في يمين اغلب الوقت احيالك تاني عمر جابر لو اتكلمنا على فكرة المدرب انا على فكرة علاقتي بكيروش على الحياد بمعنى ان انا شايف ان هو مدرب كويس ليه سي في كويس وبيعمل حاجات كويسه ولكن بيخرف حاجات مش مفهومه زي مين عشان ومش بقارن بس بضرب امثله زي موسيماني ما هو موسيماني اللي واخد بطولات واللي مكسر الدنيا مع الاهلي لسه قبل قبل ما نطلع حضرتك في في الفقره الاولى كنت بتكلم على لويس ميكيسوني تالق ولعب وكسر الدنيا راح مقعده احمد عبد القادر بيبقى مكسر الدنيا في الملعب ويطلعه وينزل حد وفي حد تاني في الملعب بيلعب بشكل اوحش قفشه بيلعب بشكل مش كويس بدل ما يطلع قفشه شريف بدل ما يسيبه في الملعب ياخد ثقه خاصه ان هو راجع تاني للتهديف يروح سحبه من الملعب ومنزل اي حد وينزل بيرسي تاو مهاجم فدي كلها امثله على انه انا بالنسبه لي كارلوس كيروش ما خدش الوقت الكافي ان هو يحط فلسفته الكامله مع المنتخب احمد رفعت انا قبل كده في حلقه كنت اتكلمت عن احمد رفعت وقلت ان وظائف او خصائص احمد رفعت مش مناسبه لكارلوس كروش احمد رفعت هل ده معناه ان احمد رفعت لعيب وحش لا بالعكس احمد رفعت لعيب ممتاز م. من افضل الوينج ليفت اللي موجودين في مصر هو احمد رفعت ولكن احمد رفعت لاعب خط ما بيقطمش على جوه الملعب ما بيخشش جوه المنطقه دايما كارلوس كروش بيبقى محتاج الوينج سواء اليمين او الشمال دي يخش على عمق الملعب والوينج الثاني يخش أوه. جوه المنطقه عشان يبقى لاعب 10 ولاعب مهاجم ثاني احمد رفعت ما بيعملش ده شغ... ني... ني... فبالتالي ما كانش حاجه <applause> مش مناسب لخصائص كارلوس أوه. كروش مش اكتر اه لكن انت شايف ان من الاسباب ايه اللي ما وصلكش لكاس العالم كارلوس كروش واحد من الاسباب اه اديني اسباب تانية لو انت عندك اسباب طيب هناخد إنه... منك بس النقطه دي ماشي النهارده ومش حاجه احنا كنا سيئين جدا ولكن أوه. النهارده مثلا فوتبول 13 ده صحيفه سنغاليه بتقول انه جالها معلومات دي صحيفة سنغالية جالها معلومات انه الفيفا بتنظر في التحقيقات بجدية إن هي تعيد المباراة لأن هي بتقول الصحيفة السنغالية بتقول إن ما تعرض له منتخب مصر في المباراة أمر لا يمكن لا أن يحدث السؤال كنت هسأله أنا بتكلم فنيا أنا مش بتكلم لا فنيا هم كانوا أحسن منك بكتير هل برضه تتفق إن كيروش ولا في حاجه تانية كمان مع كيروش لا كيروش وانا و... مش عايز اخش في الحته الثانيه إن انت... طيب انت هناك بعض اللاعبين بدون ذكر اسماء هناك بعض اللاعبين المفروض ان انت بتعول على شخصيتهم في الملعب جم في الماتش ده بالتحديد وشخصيتهم ما كانتش موجوده الادوات قصدك اللاعبين كده بالظبط كده بس ده جزء ده وجزء برضو كارلوس كيروش يتحمل جزء كبير أوه. عشان بس إيه؟ هطلع الفاصل يا شيف ونرجع فده اسالك فده. على فده. اللي انا عايز اسال على عشان يضربني اعاده المباراه ورايك في في موقف مصر إعادة المباراة وهل ممكن تعاد ولا لأ؟ وفي نفس الوقت تكملة كروش مع المنتخب هل ممكن تكون واردة؟ ورأيك فيها لو ده حصل؟ نطلع لفاصل مكملين طبعا مع الأستاذ شريف عبد القادر والأستاذ خالد عادل كملينا مع حضراتكم استاذ شريف كنت بسالك قبل الفاصل على موقف مصر اللي حصل من خلال تقديم شكوى ضد السنغال والاتحاد السنغالي بخصوص اعاده اللقاء مره اخرى لما يعني اللي حصل في في الماتش ده رايك فيه ايه وهل ممكن المباراه تتعاد ولا لا في نفس الوقت استمرار كروش من عدمه رايك برضو فيه هبتدي من الاخر انا مستغرب جدا للناس اللي بتطالب ببقاء كروش او يعني يعني انه يفضل موجود مع منتخب مصر باي اماره لو حطينا مدرب مصري هو اللي كان بيدير منتخب مصر وخسر كاس العرب وخسر كاس امم افريقيا وخرج من المونديال كان هل هيتحدى ده كان زمانه اتعدم اتعدم في ميدان مثلا كابتن حسام البدري اصلا كان في اول مجموعه ما ومشي فادي واحد يعني مدرب عمل كل الكوارث دي في خمس شهور ماشي وفي ناس بتطالب اولا في خلاف كبير جدا جوه اتحاد الكوره على مين على بقائه او رحيله وخلاف بين عنصرين مهمين جدا جوه اتحاد الكوره ماشي وانا اعتقد ان قرار بقاء لاعيب الكوره يعني 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 كانوا بيلعبوا كوره اه ماشي انت يعني كابتن بركات وكابتن لا ما في ناس بتلعب كره في الشارع موجوده في الاتحاد يعني <تكلمة> كلنا لعبنا كروش ما واعتقد ان قرار بقاء او رحيل كروش هيجي <تكلمة> من خارج الجبلية من خارج مجلس الاداره بدليل التصريحات اللي عمالين نسمعها من مسؤولين كتير قوي الايام اللي فاتت دي احنا مع بقاء كروش احنا مع استمرار دعم المنتخب احنا مع بقاء كل العناصر فالقرار مش قرار اتحاد الكوره <تكلمة> <تكلمة> بقاء واعتقد ان الاعلان عن اسبوع اجازه لكروش ده ده مش اجازه لكروش ده اجازه لاتحاد الكوره عقبال ما بالون الاختبار اللي رماه في, ال... في السوشيال ميديا وفي المواقع وفي ال... البرامج الرياضيه يجيب رد فعل يشوف الناس رايحه فين يعني يوم يوم الخساره اسبوع للنظر في يوم في الخساره في يوم الخروج مم. يوم الخروج من او الخساره امام السنغال كان في سكريبت متوزع يعني ان احنا لازم ندعم كروش و... والكلام ده كله النغمه اتغيرت مع مرور الايام النغمه بدات اصوات من داخل بعض البرامج وبعض وعلى السوشيال ميديا تطالب لا يعني لا لازم نعيد حساباتنا ولازم نفكر فمين اللي بيفكر؟ مين اللي بيفكر في مستقبل الكره المصريه؟ مين اللي بيفكر؟ ما حدش بيفكر كله بيفكر في الكرسي وازاي ادعم موقفي عشان افضل محافظ على الكرسي لكن ما حدش بيفكر للكره المصريه للاسف الشديد بدليل اخفاقاتنا سواء على منتخبات شباب ناشئين المنتخب الاول وحتى المنتخب الاولمبي في اللي داخل على تصفيات كاس دوره الالعاب الاولمبيه باريس 24. كل دي ازمات ما فيش حد بيفكر، كله بيفكر في مصلحته الشخصيه مش في مستقبل كره القدم مصر الجزء <applause> الثاني انا هفترض ان الفيفا قرر اعاده المباراه. ما هي الضمانات في وجود كروش باختياراته؟ بتشكيلاته ان احنا نفوز على السنغال تاني. ايه هي, هي الضمانات؟ انت واجهت السنغال في ثلاث مباريات ماشي باسلوب لعب واحد. حتى في القاهره هنا. يعني خالد بيتكلم على عمر جابر ده في فيديو متشير لساديو ماني ماشي فضيحه. وهو بيمر هو بيتكلم عن مجهود يعني خالد بيتكلم على مجهود مفيش حاجه اسمها مجهود مفيش حاجه اسمها انت في مصر المجهود انت في مصر أو. ممكن العب عمر جابر ده في هناك في السنغال دي ما بتقولهاش لكن... امكانيات موجوده عند لاعب كبير يا فندم. محترف يا فندم في يا فندم يا فندم ما هو امام عاشور نزل في نهائي افريقيا وقف نزل وقف آه. وفي النص لما لعب بديلة لعمر جابر في السنغال وقفه وكان افضل منه بشكل كبير جدا يعني اختيارات غلط وانا محتاج وانا هنا في القاهره ان انا افوز يعني لعيبة يبقى عندها خاصه الاطراف بقى اللي هو بيتكلم عليها يبقى عندها نزعه هجوميه بتقدر تكمل بتقدر ترفع بتقدر تشوط من بره فانا كان المفروض استفيد من عمر كمال عبد الواحد في القاهره كان المفروض استفيد من احمد سيد زيزو كان المفروض استفيد من قفشه أفش. في القاهره ماشي انا هلعب هناك كده لكن واما وانت انت ما انت انت مديه اربعه بتدافع وبتدافع غلط انا بشوف يعني مثلا لولا ستر ربنا لما لعب هنا في مصر لعب بثلاثه في نص ملعب منهم ديمبلس مندي اللي هو بيعرف يحرك الفرقة. يحرك الفرقه انت, فاهم؟ انت ما لعبتش قفشه اللي هو المفروض تتستخدمه تستخدمه, يعني مفيش تستخدمه يعني. هنا مدرب بلا م. اهداف بلا م. بلا خطط بلا حتى تنويع م. م. بلا حتى عنصر مفاجأة يعني انا لعبت معاه في امم في, أم في نهاية امم افريقيا بنفس الاسلوب وبلعب على ريسك ركلات الترجيح جيت هنا في القاهره جبت جول ورجعت لولا ستر ربنا لولا ساتر ربنا كان ممكن تشيل ثلاثه اربعه مم. ماشي والشناوي رحت هناك جه في الجول في الدقيقه ثلاثه وبرده نفس الحكايه باستثناء العشر 10 دقائق اللي لعبهم احمد سيد زيزو في الشوط الثاني خلاص وساتر ربنا في الشوط الثالث الشناوي مطلع لك جولين صحيح فأنت في مشكله وبرضه بتلعب على ريسك ركلات رق.. ترجيح اه ممكن يعني التوفيق يحالفك زي ما حالفك مثلا قدام ديفوار قدام الكاميرون في رو.. في دور الستاشر وقبل النهائي لكن مش هيفضل التوفيق على طول خاصه وانت بلا فكر بلا خطط ما بلا اخيره بالنسبه لنا انت ما جبتش اهداف يعني خالص يا فندم في مباريات يعني حتى الهدف اللي انت جبته هو طبعا فيها توفيق كبير لكن صراحه هي الجمله الوحيده اللي اتعملت يعني هي الباص الوحيد من السلية اتقطع صلاح جابها الحمد لله توفيق ربنا جت في المدافع هي كانت المفروض تخش من الاول م. بس يعني لكن ايه ايه الريسك اللي هم بيعمله م. ايه ان انا اقعد العب على الاطراف بلا هدف ما مفيش حد بيكمل انت عارف قوه المنتخب السنغال لازم هنا كنت في مصر تكسب يا فندم مع, مم. مع مم. احترام المنتخب يعني. السنغال منتخب السنغال لعب معانا ثلاث مباريات جاب هدف صح يعني عنده مشكله برضه مم. يعني عنده مشكله تهديفيه بس جاب بيوصل. هدف بيوصل, وبيهدد لكن انت دفاع شايلك والشناوي وراه يعني انت ستر ربنا ان انت عندك مدافعين على مستوى عالي وعندك الشناوي، هاجم بقى يعني انت عندك ايه تبكي عليه؟ هتروح هتروح كاس العالم تعمل ايه؟ هتلعب بنفس الطريقه الزراعيه دي مم. للاسف الشديد احنا من 2015 لو كنا وصلنا كاس العالم في المجموعه دي ثم لو كنا وصلنا كاس العالم في المجموعه دي كان ايه وضعنا؟ هنشيل طبعا بكروش هنشيل ومن غيره؟ <applause> لا يا ما يا شريف يعني ما تحملش كل كل حاجه لا لا لا, لا, لا في يا ما هيرفي رينارد ده طب ما هو هورفي كوبر رينارد ده اللي كان, دا 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 اللي كان معروض مدينة. علينا ثواني بس هورفي رينارد اللي كان معروض علينا ده هل حد عنده شك انه طور في الكره السعوديه لا طبعا ما طبعا حدش عنده شك بيلعب اولا بيلعب من غير راس حربه مهاجم مهاجم ماشي ومع ذلك مادي بشكل جدا جيد جدا في تصفيات قويه جدا ومع منتخبات يعني, يعني شفت قوية جدا الملخص الخاص بالمنتخب السعودي على مدار لا وكان معروض عليك قوي. انت انت محتاج مدرب ينقلك يطلعك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مفيش يعني ده اتعمل استفتاء على السوشيال ميديا وعلى في البرامج قول لي على جمله تكتيكيه حصلت في ثلاث طيب. مباريات طيب خلي خليني اقول لك كلام بيتردد ان الراجل كان حتى في المؤتمر الصحفي ما بعد اللقاء قال لك انا يعني بسلم الرايه ولكن فوجئنا زي ما قال الاستاذ شريف ان في بعض الامور بتختلف في الوقت الحالي ان في تفكير نجدد وكمان على ما تردد في الفتره فاتت برضه ان الراجل لما لقى كده قال لك طب ما انا ايه ازود في عقدي نسبه برضو بتشوف الامور دي هل في تساؤل وبالتالي انا بستفاد منه كواحد مثلا مدير فني اجنبي ان انا ابتدي اعلم من الراتب بتاعي الناس يعني لطاف جدا يعني. طيب فيما يخص الراتب بتاعه ده بزنس هو الراجل شغلته كده ولقى فيه تمسك بيه فحقه ان هو يطلب ومش هو حقنا ان احنا نرفض شايفين انه الاوت اللي هو بيقدمه مش مناسب للمبلغ اللي هو طالبه حقنا نرفض ونقول له لا خلاص احنا كنا عايزينك بنفس الـ الـ الراتب اتكل على الله هنشوف حد غيرك حقه اه حقه حقنا ان احنا نرفض طيب ليه تم التمسك بيه انا شايف من وجهه نظري انه كارلوس كروش دي اول مره يفشل فيها مع اي منتخب اه الناس هتتكلم طبعا عن فكره ان كولومبيا فشلت في التاهل لكاس العالم بشكل مباشر هو اللي كان ماسكهم اتغلب في على ارجنتين و... اتغلب على ارضه 3-0 بس لما نبص للماتشات لما نبص للماتشات اللي كولومبيا اتغلبتها اتغلبت من اورجواي هل حد متوقع ان كولومبيا ممكن تكسب اورجواي اتغلب من الارجنتين اتغلب من البرازيل اتغلب من تشيلي اتغلب من تشيلي 3-1 3-0 تشيلي اجمد من كولومبيا ألف مره هو الماتش الوحيد اللي ممكن تقول انه كان مفاجئ اللي هو الماتش اللي اتغلب على ارضه مش فاكر كان بيلعب مين ساعتها ده الماتش المفاجئ اللي هو اتغلب ولكن فيما عدا ذلك اتاهل بايران واتاهل بالسعوديه ومسك البرتغال ومسك مانشستر يونايتد فهو مدرب عنده سي في قوي ما لحقش ياخد فرصه احنا مش عايزين نقعد نكرر هو مش مقدم على وظيفه بتاع الماتش هو مش مقدم على, على وظيفه لا يا استاذ شريف هو مقدم على وظيفه خلينا لا هو مقدم على وظيفة هي وظيفته ان هو مدير فني خلي بالك الراجل برضه قال لك لو انا قعدت برضه في هيقعد ايوه ما فينجادا هو هو عايز يعمل اللوبي البرتغالي ده عشان يبقى الفلسفه كلها واحده ابقى انا شايف ان الاسماعيلي لو بيدور على مدير فني يجيب مدير فني برتغالي برضه عشان تبقى الفلسفه كلها واحده وكله بيصب في صالح منتخب مصر في كره اليد مثلا انا شايف انه الاهلي لو جاب مدير فني اجنبي لكره اليد يجيب مدير فني اسباني ليه لان عندك مدير فني اسباني ماسك منتخب مصر ومدير فني اسباني ماسك الزمالك فبالتالي لما الاهلي يجيب مدير فني اسباني سالة. ايوه انا بتكلم على فكره توحيد الفلسفه او توحيد الفكر عشان خاطر كله بيصب في مصلحه منتخب مصر فبالتالي هل كروش ينفع ولا ما ينفعش انا شايف ان كروش ينفع هو مش مقدم على وظيفه زي ما استاذ شريف ما بيقول لا هو مقدم على وظيفه هي وظيفته ان وظيفة. هو يبقى مدير فني صحيح. هل خد الوقت المناسب او الوقت الكافي م. كاس العرب لا كاس العرب دي كانت تجربه اساسا ما يعني دخلنا ما عندناش امل ان احنا ناخدها على على اساس انك عندك بطوله الامم وكاس العرب بطوله الامم رحنا رحنا فاينل ايه الضمانات زي ما استاذ شريف فاينل منتخب مصر لو طلع تاني زيه زي ما اخي ايوه بالظبط يعني اربع اهداف انا ما بتكلمش انه ده انا اربع اهداف منهم هدفين قدام السلغ... السودان وبينيا بيساو طب ما كوبر اتاهل فاينل افريقيا وده كان, يعني. كان صح هو ده كان صح بس وصلنا كاس عالم هو كان صح. مش مش حضراتكم مش حضراتكم وبعدين الظروف كانت مختلفه وطريقه التصفيات كانت مختلفه مجموعه ذهابا وايابا وتوصل حلو اول حاجه كيروش لو كان في ماتش كوبر لو كان في ماتش فاصل كان هيغير طريقته حضرتك بتقول لي دلوقتي ان هو لعب قدام السنغال ثلاث ماتشات وانا بقول لك ان كان كوبر, كوبر كان صح لا مش صح غلط انا المصريين كلهم كانوا بيتكلموا لا. ان في الجزء الهجومي عندك مصر مش كده عندنا عايز شخصيه سلبي. منتخب يبقى مختلف حلو. ايام كوبر اه وصلت والراجل اللي عمل شغل وانت بتلعب بنفس يا يبقى عندك محمد صلاح مش تلعبه ما هو يبقى عندك محمد صلاح مش عارف تلعبه بنفس الطريقه يبقى عندك محمد صلاح يعني افضل ثلاث لعيبه في العالم ومش عارف تلعبه مش عارف توصل له الكوره دي ماساه ماساه طيب هطلع لفاصل وبعد فاصل نرجع اكمل معاك استاذ شريف خالد وبرده يعني هستمر معاكم مع المنتخب مع أنا كنت عايز اسال على الاهلي وفرصه الوقت بيروح مني خلينا <applause> <حدي الاسس تصفيق> <applause> هو كمان حاجه غريبه قوي بتاعت تغييرات موسيماني دي عايز اعقب عليها طيب هنطلع لفاصل ومكملين مع استاذ خالد واستاذ شريف عبد طيب مكملين مع حضراتكم مستر شريف عبد القادر عايز تكمل في موضوع المنتخب ورؤيتك في الفتره اللي جايه هل كروش ممكن يمشي؟ ولو مشي ايه هي اللي هيحصل؟ هل هل مدير فني مصري بقى هيجي؟ وايه الخطه اللي ممكن تبقى موضوع عشان تكون جيل يساعدك حتى على الاقل في الوصول لنهائي افريقيا 2023 وتوصل كاس عالم بقى الفتره الجايه ده اللي احنا عايزينه مصري ما اعتقدش انه هيتحمل الضغوط خاصة بعد الاخفاقات دي. فيعني بس فاستبعد اي حد مصري مع احترامنا لكلهم ممكن منهم ممكن ينجح منهم يعني ممكن يكون وجهة نظري مش سليمة وممكن حد منهم ينجح مم. ولكن مصري مش احنا محتاجين مدرب عنده افكار مش سي في عنده افكار مم. تناسب طبيعة الكرة المصرية وتناسب طبيعة الكرة الافريقية اللي احنا بنتنافس معاها عشان ناخد شوط اللي عندك؟ ما انا بقول لك اهو تناسب افكار اللي طبيعه الكره المصريه وتناسب طبيعه الكره الافريقيه اللي احنا بنتعامل معاها، اللي احنا بنتنافس معاها ان احنا نوصل كاس عالم، ان احنا ناخد بطوله امم افريقيا، لازم يكون مدرب عنده عنده الافكار دي، عنده طموح مش وظيفه ما هياش وظيفه، تدريب المنتخب دي مش وظيفه ما هياش وظيفه عشان اقدم لها سي في سابق، أوه. لا انا عايز اشوف الفيجن، الرؤيه بيعمل ايه؟ لما درب منتخبات عمل ايه؟ اه وصل بيهم كاس العالم لكن عمل ايه في كاس العالم هي بس انت بتتكلم درب إيران, ايران في 2018 احنا محتاجين واحده من افضل آآ نسخ إيران, ايران في كاس العالم عايزين مدرب م. مدرب واعد زي بعقليه هيرف رينارد ايوه ماشي العقليه دي اللي هو يقدر يسيطر على كل حاجه ليها علاقه بالمنتخب من اول اوضه اللبس لغايه المستطيل الاخضر ينقل فكره ده عنده فكر وشفناه وكان مطروح على مصر للاسف الشديد روحنا جبنا اجيري يعني كان مطروح على مصر روحنا جبنا اجيري خلاص كان بيجي ياكل عيش في مصر برضه فما فيش حد بيفكر وليه كل لده؟ اللي بيبقى عايز ياكل عيش بس انت فاهمني فما هو ما هو لاقي ناس مش فاهمه بتجيبه وتعمل شروط جزائيه والكلام فاضي هو هو مش كروش ده اتسرب عقده يوم ما اتغلبنا من نيجيريا وطلعت الفضائيات كلها الناس المسؤوله قالت عقده والشرط الجزائي في عقده وان عقده كبير وان احنا <applause> عم ايه رايك في تصريح كابتن حسام البدري بخصوص فنجادة وكروش؟ بص هو تاخر كثيرا في الاعلان عن ده اللي هو التصريح الخاص معاين. بان في شويه دولارات احنا يعني عايزين ايه ممكن اتعاطف معاه من كابتن احمد مجاهد ماشي في حكايه ان هو مثلا آه. آه يعني آه تم آه يعني ان هو خد عقد والعقد اللي موجود بصيغه ثانيه ده مضى على حاجه أوه. والكلام ده وان ما فيش شرط جزائي مع الاتحاد وان هو ما طلبش لان ما فيش شرط جزائي ولكن قصه ان عندنا شويه دولارات عايزين ولا يورو عايزين نمشيهم دي لازم يتم التحقيق فيها أوه. لو ده حصل فعلا لازم ده يعني ده لا يجب ان يمر مرور الكرام من اعلى مستوى في مصر أوه. لازم يتم التحقيق في هذا لان ده اهدار للمال العام أوه. فلازم يبقى في تحقيق كابتن حسام البدري له ما له عليه ما عليه ولكن ما كناش هنبقى اسوأ من كده لو حتى استمر رغم الضغوط اللي كانت عليه ورفض جبهه الرفض اللي كانت من كل الجماهير الجما... واعلام وكده للكابتن حسام البدري لكن للأسف. طيب خالد رايك برضو في النقطة الخاصة بتصريح كابتن حسام لو انت عندك أنا ما عنديش معلومات تعليم. تخص كواليس تصريحات كابتن حسام البدري فبالتالي أنا متفق <applause> تماما مع أستاذ شريف <applause> إنه ده لازم ما تبقاش مجرد تصريحات في الميديا هتعدي علينا كده ونتداولها قليلا وبعدين <applause> تروح لا لازم تتفتح ويتحقق فيها بشكل <applause> مفصص جدا ومفصل جدا عشان زي ما أستاذ شريف بيقول بالظبط ده دا إيه إهتمام العام فدي دي تهم خطيرة فاهم فأنا ما عنديش خلفيات عن كواليس تصريحات كابتن حسام البدر بس لازم يتحقق فيها مم. طيب الاهلي بكره بيقول يعني موسيماني بيغير قفشه وبيغير عشان عنده ضغط مباريات انا كسبان اه انت لي... عايز تكلم على ليه انا اقعد اخلي احمد عبد القادر واخلي قفشه واخلي مش عارف مين كان مجتهد المباراه اللي فاتت مريحوش لان عندي ضغط مباريات الاهلي لاعب الحد وهيلعب الاربع صحيح. وهيلعب السبت وهيلعب التلا... التلات مم. فعنده ضغط م... لازم يريح النجوم المؤثره او اللعيبه المؤثره في فرقته يعني قفشه احنا طب هو بيرسي تاو ده مش خاضع لضغط المباريات ما ينفعش يطلع بيرسي تاو خاضع ليه ما كان ده ما كان مريح يا طلع بعدها مصاب. طب ما كان يطلع كان مصاب, مصاب. حلو كان يطلع بيرسي تاو ويسيب محمد شريف من الحلقه بكره القرعه هتوقعك قدام الترجي الترجي افضل اتمنى اتمنى الترجي ليه بقى مش عشان الترجي الترجي وحش ايوه مش عشان زي ما مش لا لان الترجي هيلعب بدون جمهور بالظبط كده اه معاقب فهيلعب بدون جمهور يعني حتى لو كان فيه جمهور ما بيبقاش بالعدد ده لان مباراه الوداد والرجاء اللي لعبها الاهلي والزمالك في نسخه 2019 في المغرب 50% من قوه الفرقتين كان الجمهور ما كانش فيه حضور عشان كورونا فقدر الاهلي يعني تخطى هناك يفوز والزمالك يفوز هناك ويوصلوا الاثنين للمباراه النهائيه فالترجي افضل ل... وخاصه ان الاهلي واخد على ملعب رادس يعني أوه. راح نلعب البطوله أوه. من هنا يعني. وغير نفسه. انه كعبه عالي يعني مثلا الاهلي بيعاني لما بيروح يلعب في تونس على ملعب سوسه ليه لانه المدرجات قريبه من الست... من لكن الملعب في رادس, لا. ف... في رادس لا مغرب نفس قصه سوسه المدرجات قريبه قوي والصخر بالجمهور يعني شفناه امام الزمالك كان الجمهور عامل ازاي بالظبط فالترجي عليه عقوبه 30000 دولار وايقاف ماتشين للجمهور فبالتالي مفيش جمهور خالص بكره بقى دوري ابطال عندنا مانشستر سيتي واتليتكو مدريد وبنفيكا وليفربول ويوم الاربعاء ان شاء الله تشيلسي مع ريال مدريد فيا ريال مع بايرن ميونخ هنتفرج على الاهلي والاتحاد والزمالك وبيراميدز يوم الاربعاء آه. اه في نفس طيب. التوقيت لا بس يعني تسعه ممكن نتفرج على نص شوط كده في الماتشات دي لكن عشان خاطرك بس, بس والله تشيلسي وريال مدريد ده, ده ماتش حلو ده على الزمالك كده هضطر ما اتفرجش على الاستوديو التحليلي اللي قبل المباراتين احنا بس خلينا ما ننساش بيراميدز والمصري بكره برضه في المباراه بتاعت الكونفدراليه انا قلت في الاول بيراميدز والمصري اتمنى نور شرفت حبيبي ننزل الحلقة تبقى اكتر من كده عندنا كنا عايزين نتخانق اكتر من كده شويه آه يعني لا زي. بس شفت انت بتختلف معاه عشان بس ما هو بختلف معاه على الهوا عشان بعد الهوا هطلع اجري على طول مش هخليه يمسك اه شرفت خالد شكرا لك كابتن حبيبي ان شاء الله كده نلتقيكم دايما على خير وهتكون حلقة جديدة بكرة من بريمو تصبحوا على خير